إنها في طليعة المرشحين لتولي واحد من أكثر المناصب تأثيراً في العالم، كريستين لاغارد وزيرة المالية الفرنسية والمرشحة الأوفر حظاً للفوز برئاسة صندوق النقد الدولي. أما غريمها الرئيسي فهو هذا الرجل أغاستين كاستانز، رئيس المصرف المركزي المكسيكي ومسؤول كبير سابق في الصندوق. أما المنصب الذي يتنافسان عليه فأصبح شاغراً بعد استقالة الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان للدفاع عن نفسه بعد اتهامه بالاغتصاب. فماذا نعرف عن هذين المرشحين؟ كريستين لاغارد تبلغ 55 عاما، نشأت في فرنسا لكنها قضت معظم حياتها العملية في أمريكا، ومنذ عام 2007 وهي تتولى وزارة المالية الفرنسية، لكنها ملاحقة بتحقيق قضائي في اتهامات لها باستغلال منصبها. أغاستين كاستنز أصبح رئيسا للمصرف المركزي في المكسيك في العام الماضي، ويتحلى المرشح البالغ 53 عاما بسمعة طيبة في الصندوق، حيث ينظر لعمله هناك على أنه كان ناجحا. بعض الدول النامية ترغب في فوزه بالمنصب الذي ظل تقليديا يقتصر على أوروبيين. القرار النهائي حيال من سيفوز بالمنصب سيتضح نهاية الشهر، ولكن في ظل ما تعانيه بعض دول اليورو من مشاكل واحتجاجات يومية وعدم تعافي الاقتصاد العالمي بالكامل، فإن من سيحظى برئاسة صندوق النقد الدولي يواجه تحديات ليست بالسهلة. خلود عمر، بي بي سي.